طيب في تحديات كتيرة جدا. يمكن الفترة اللي فاتت السنين اللي فاتت كان يعني ذروة مواجهة الإرهاب، فالناس كانت مركزة دايما إنه قوات حرس الحدود الإرهابيين اللي بيتسللوا من عبر الحدود مركزين معاهم، لكن في تحديات أخرى. وخليني أركز مع حضرتك على ثلاث حاجات: على المخدرات وخطرها، وعلى السلاح، وعلى كمان في تهريب للسلع. بالنسبة للتحديات، احنا نظرا لان مساحة حدود الدولة زي ما قلت لحضرتك كده 5585 كيلو وفي اتجاهات مختلفة، احنا بيقابلنا تحت هو اساس تأمين حرس الحدود بين اي دولة ودولة جوار هو قيام عناصر حرس الحدود للدولة المجاورة، واحنا كل واحد بيأمن حدوده وبنتبادل المعلومات لدرء الخطر ان في مساحه تعاون العبور في مجال تعاون طبعا مساحه تعاون. ولكن التحدي الحالي بالنسبه لنا نظرا للظروف اللي بتمر بها بعض دول المنطقه العبء اكبر علينا هنا، لانها ما بتقومش بواجباتها في ضبط الحدود من جانبهم، وبالتالي بيزيد العبء على قوات حرس الحدود المصريه. المهمه مهمتين يا فندم. طبعا كده بيزيد العبء، ويعني لان بتبقى هدفنا كله احنا بنبذل مجهود مضاعف عشان نسيطر ونضبط خط الحدود من جانبنا. الحاجه الثانيه في ان الاحوال الجويه والمناخيه المتقلبه في بعض الاجواء، مثلا المنطقه الغربيه، الاتجاه الغربي على مدار السنه بتبقى في تقلب مناخ متقلب ما بين رياح وعواصف وامطار ورعد ودي بتؤثر على اجهزه المراقبه والاكتشاف على خط الحدود وعلى العنصر البشري كمان. طبعا على العنصر البشري، ولكن العنصر البشري احنا بنقول ان احنا بنطعمه وبنأهله يبقى عنده صبر وجلد وقوه تحمل، ولكن الاساس ان الاجهزه الفنيه بتاعتنا اللي بتشتغل على المراقبه والاكتشاف بتتاثر طبعا بالعوامل الجويه، ويمكن دي اللي بيستناها المهرب عشان يستغلها لصالحه ويبدا يتسلل او يخترق خط الحدود. واحنا بنعالج بصراحه في الاحوال دي، بتبقى لينا تكثيف ولينا نشاط اكثر ان احنا بنوزع عناصرنا في العمق على اماكن التسلل ومسارات التهريب، وبنعمل كمان مخططه وغير مخططه بحيث ان ما يبقاش فيه اختراق في اتجاهنا. بالاضافه لان طول خط الحدود الدوليه في الاتجاهين الغربي والجنوبي، وطبيعه الارض اذا كانت صحراويه او جبليه صخريه مع وجود بعض العوائق قاسيه جدا. مع وجود بعض العوائق الطبيعيه مثل بحر الرمال الاعظم وعلى الاتجاه الغربي. ولكن التحديات دي احنا بنعالجها باسلوب غير نمطي بالنسبه لنا، وافرادنا مدربين على كده. انا كنت اسال حضرتك على العنصر البشري، يعني العنصر البشري مع الاجهزه، لكن العنصر البشري كمان. العنصر البشري طبعا عندنا الافراد بصراحه يعني قوه التحمل والصبر والجلد. في الاحوال الضعيفه اللي بينتظرها المهرب انه يستغلها لصالحه، احنا بتبقى لينا اعمال ايجابيه تانيه، بنشوف مسارب التهريب وخطوط سيره، وبنعمل له كمائن في العمق مخططه وغير مخططه بحيث ان احنا نحاول نحرمه ان هو يحقق هدفه. طب دي تحديات يا فندم. التهديدات بقى، خاصه انك مش بتواجه تهريب حاجه واحده، انت بتتكلم على السلاح، بتتكلم على المخدرات، بتتكلم على السلع كمان. انا قبل ما اقول لحضرتك التهديدات، انا بس عشان طول المسافات بتاعت خط الحدود، احنا يمكن الاتجاه الغربي خط طول 25 حوالي 1115 كيلو، وخط عرض 22 مع الاتجاه الجنوبي 1230 كيلو في مساحات كبيره جدا، مسافات شاسعه جدا، مسافات كبيره. بالنسبه للتهديدات ودي من واقع الواقعي فعلا على خط الحدود، واسلوب المجابهه والاكتشاف والمجابهه بتاعته بتبقى محاوله تسلل بعض العناصر الارهابيه من الاتجاه الغربي لتهديد عمق الدولة، أو الاتجاه الشمال الشرقي عبر الأنفاق للانضمام للعناصر الإرهابية بسيناء وتهديد المنطقة. التهديد الآخر بيبقى فيه تهريب السلاح والذخيرة بواسطة المهربين لإمداد العناصر الإرهابية أو تحقيق عائد مادي.
وعلى فكره يمكن الارهابي والمهرب وجهان لعمله واحده لان قد تتفق مصالحهم على هدف واحد. تهريب المواد المخدره بانواعها سواء جوهر الحشيش او البانجو او الافيون او الحبوب المخدره لعمق الدوله. وده بتبقى يعني بيوجه لاتجاه الشباب طبعا اللي هيقدر يشيل الرايه وتحمل المسؤوليه. فبتبقى دي حرب تانية لا تقل عن الحرب ضد الارهاب. وقد تضاهي الحرب التقليديه واثرها اكثر كمان من الحرب التقليديه. بالاضافه لتهريب السلع غير خالصه الرسوم الجمركيه بطريقه غير مشروعه لتحقيق عائد مادي. الهجره الغير شرعيه.